رسالة كولوسي الأصحاح الأول. من بولس رسول المسيح يسوع بمشيئة الله ومن أخينا تيموثاوس إلى القديسين الذين في كولوسي الإخوة المؤمنين في المسيح، عليكم النعمة والسلام من الله أبينا. نحمد الله أبا ربنا يسوع المسيح كلما صلينا من أجلكم على ما بلغنا من إيمانكم بالمسيح يسوع ومحبتكم لجميع الإخوة القديسين من أجل الرجاء الذي هيأه الله لكم في السماوات، وهو الرجاء الذي سمعتم به في كلام الحق، أي في البشارة التي وصلت إليكم كما وصلت إلى العالم كله، فأخذت تثمر وتنتشر فيه كما تثمر وتنتشر بينكم منذ سمعتم بنعمة الله وعرفتموها حق المعرفة. وهذا تعلمتموه من أبافراس رفيقنا الحبيب في العمل لله والخادم الأمين للمسيح عندكم، وهو الذي أخبرنا بما أنتم عليه من محبة في الروح. لذلك نصلي كل حين من أجلكم منذ سمعنا ذلك عنكم، ونسأل الله أن يملأكم بمعرفة مشيئته وبالحكمة والفهم الروحي حتى تسلكوا في حياتكم كما يحق للرب ويرضيه كل الرضا، وتثمروا كل عمل صالح، وتنمو في معرفة الله متقوين بكل ما في قدرته المجيدة من قوة، لتتحملوا فرحين كل شيء بثبات تام وصبر جميل، شاكرين الآب لأنه جعلكم أهلا لأن تقاسموا القديسين ميراثهم في ملكوت النور. فهو الذي نجانا من سلطان الظلام ونقلنا إلى ملكوت ابنه الحبيب، فكان لنا فيه الفداء أي غفران الخطايا، هو صورة الله الذي لا يرى وبكر الخلائق كلها. به خلق الله كل شيء في السماوات وفي الأرض، ما يرى وما لا يرى، أصحاب عرش كانوا أم سيادة أم رئاسة أم سلطان، به وله خلق الله كل شيء. كان قبل كل شيء وفيه يتكون كل شيء، هو رأس الجسد أي رأس الكنيسة، وهو البدء وبكر من قام من بين الأموات، لتكون له الأولية في كل شيء، لأن الله شاء أن يحل فيه الملء كله وأن يصالح به كل شيء في الأرض كما في السماوات، فبدمه على الصليب حقق السلام. وفيما مضى كنتم غرباء عن الله وأعداء له بأفكاركم وأعمالكم السيئة، وأما الآن فصالحكم في جسد المسيح البشري حين أسلمه إلى الموت ليجعلكم في حضرته قديسين بلا عيب ولا لوم، على أن تثبتوا في الإيمان راسخين غير متزعزعين ولا متحولين عن رجاء البشارة التي سمعتم بها وبلغت كل خليقة تحت السماء، وصرت أنا بولس خادما لها. وأنا الآن أفرح بالآلام التي أعانيها لأجلكم، فأكمل في جسدي ما نقص من آلام المسيح في سبيل جسده الذي هو الكنيسة، التي صرت خادما لها بتدبير من الله لأجلكم، فأجعل كلمة الله معروفة تمام المعرفة، وهي السر الذي كتمه الله طوال الدهور والأجيال وكشفه الآن لقديسيه الذين أراد الله لهم أن يعرفوا كم كان هذا السر غنيا ومجيدا عند غير اليهود، أي أن المسيح فيكم وهو رجاء المجد. به ننادي ونبشر جميع الناس ونعلمهم بكل حكمة لنجعل كل إنسان كاملا في المسيح. ولأجل هذا أتعب وأجاهد بفضل قدرته التي تعمل في بقوة.